هدير جميل. يمكن الشق السياحي من أهم الحاجات اللي موجودة، أو اللي كان الهدف منها كل الحاجات اللي بتحصل في العلمين، وجزء مهم جدا جدا زي ما قلت مدينة العلمين الجديدة. وواحد من الأهداف الرئيسية هي فكرة دعم السياحة. وزارة السياحة بتستهدف أنه يدخل لمصر في هذه الفترة حوالي 15 مليون سائح، جزء كبير منهم جدا المفروض أنه يدخل كسياحة الشاطئية، السياحة الترفيهية، السياحة حتى الثقافية، وده اللي بتوفره مدينة العلمين الجديدة في صور وأشكال مختلفة. تعالوا زوروا العلمين، العالم فيها عالمين. بحر العلمين غير، تعالوا زوروها، المياه فيها بيور جدا. الأبراج الشاطئية هنا في العلمين ولا في الخيال. تعالوا زوروا مدينة العلمين، حلوة أوي وفيها مول كبير أوي. العالم عالمين، العالم عالمين، العالم عالمين. اللي ابهرني هنا في المكان ان المكان ده كان اصلا عباره عن حقل الغام، الدوله هنا حولته تماما بعباره عن انشاءات سياحيه كبيره وضخمه. مستقبل كبير جدا 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 للاستثمار في مصر. طفرة حضارية، يعني هتبقى أحسن مدينة في جمهورية مصر العربية. أنا منبهرة إن مصر بقى فيها أماكن بالجمال ده. اللي ما جاش العالمين فايته 2 سنين.